وطبق المعيشة وظروفها أكبر الهموم عند البشر أينما ذهبت، ففي فلسطين وحدها 104,000 أسرة فلسطينية تستفيد من وزارة الشؤون الاجتماعية. أقيمت البرامج ودرست الحالات وبينت النتائج بعد فحص عينات تظهر وضع الأسر الفقيرة، فكان لابد من تقييم أثر المساعدات النقدية في فلسطين. هذه الدراسة تميزت بتطويرها مصفوفة منطقية لمؤشرات كمية ونوعية لأثر التحويلات النقدية على الجوانب الصحية والتعليمية والسكنية. برنامج التحويلات النقدية هي عبارة عن المساعدات اللي بتقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لكل المستفيدين فقراء ومهمشين على شكل مساعدات إما نقدية أو غير نقدية، لأنها في النهاية تسوي مساعدات نقدية. الجزء الأساسي، المحور الأساسي اللي بيشكل أحد مكونات الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هو برنامج تحويلات النقدي، المساعدات الدورية اللي بتقدمها الوزارة للأسر الفقيرة والمهمشة. الدراسة التي تأتي استكمالا لدراسات سابقة تبين مدى تأثير المساعدات النقدية من وجهة نظر المستفيدين منها ومقارنتها بأسر غير مستفيدة من المساعدات المقدمة، وتقييم تلك المساعدات على مستوى تلبية الحاجات الأساسية إضافة إلى توجيه الأسر نحو التعليم والصحة. هاي دراسة كمية ونوعية، تم فيها مقابلات مع أسر ومباحثين اجتماعيين، وتم سحب عينة من الأسر المستفيدة، وكذلك قارنا وضعهم بأسر غير مستفيدة مشان نشوف أثر المساعدات اللي بنقدمها عليهم، وشملت الضفة وغزة. فهي دراسة علمية محكمة ومعمقة، أخذت يعني شهور طويلة من العمل بناء على منهجية واضحة تستطيع أن تقيس المؤشرات اللي احنا وضعناها. وتأمل الجهات المختصة بوضع الحالات المستفيدة والمساعدات النقدية أن يرتفع عدد المستفيدين من الأسر من 104,000 إلى 120,000 أسرة، حيث إنما يتم صرفه ما يقارب 400 مليون دولار سنويا، وسط خوف الجهات الرسمية من التأثر بالأزمة المالية للسلطة، حيث إن ديونها بلغت أكثر من 400 مليار دولار، وهو ما أوجد هاجس الخوف من تقليص الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.